السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اختراع جديد اسمه شات جي بي تي، انت بتكتب له تكست وهو يبدأ يخلي في الموديل او الشخص يبدأ يتحرك نفس الحركة اللي انت عايزها، وبيستخدم الذكاء الصناعي في ان هو يحسن الاداء بتاعه. خلينا نشوف كده مع بعض. دي صفحة المشروع، هقول له هنا ان انا عايز مثلا تكست موشن. تعال نشوف الفيديو، بتقول له انا عايزه يلعب مثلا حركات كاراتيه معينه، او تدي له حركه وهو يبدا يوصف لك الشخص ده بيتحرك ازاي. هو يعني شات جي بي تي متخصص في الحركه، ده هنا بيشرح لك الفكره، التكست ايه اللي بيحصل له عشان يبدا ان هو يتحول للحركه، ودول الثلاثة اللي شغالين في البحث. خلينا نخش بقى على الصفحة بتاعتهم، اهي موجودة هنا، ده جيت هاب. تعال بقى نخش بقى على موشن جي بي تي جيت هاب دوت اي او. كاتب لك تكست تو تكست، ممكن تقول له صف لحركة معينة او موشن كومبليت، ممكن تقول له خد الحركة دي وعدل فيها، ممكن تقول له خلي الراجل ده يلعب شوية كده كونغ فو، يوصف لك الحركة. الورقة البحثية هيت، الكود هوت، دول الناس المشاركين في البحث، الجامعات اللي مشاركة. ممكن تقول له موشن كومبليت فتبدأ تتفرج عليها. طبعا دي حركة كويسة. دلوقتي شخص يعني كأنك انت شايف حد من بعيد فمش عارف تحدد المنح بتاعته، لكن بعد كده ممكن نحط مواصفات شخص كامل ويبقى شخص حقيقي، مثلا بروس لي اي حد وتخليه يعمل حركات معينة زي ما انت شايف. بتقول له خليه يمشي لقدام بس بالراحة، وكل شوية كده في مشاكل في الحركة. ميزة ان هو اوبن سورس، يعني ممكن حد ياخد الشغل ويطور فيه.